حسرة كبيرة اللي كنا مأملين باش نفرحوا تونس كاملة نتعداو لنصف النهائي اللي تعدى به المنتخب في الدورة هذه أقل ما يقال عنده اللي برشا صعوبات تهد جبال في وسط الدورة أكثر من 20 لاعب يصاب بالكوفيد واللي يصاب بالكوفيد في الرجوع متاعه ويرجع على المستوى البدني مش بكامل إمكانياته هذا كله حطيناه دكوتي وحاولنا باش نتحدىه وحاولنا باش نمشيه للنصف النهائي الجوارات ما قاصروش الجوارات عطاو كل ما عندهم ما نجحناش في الشوط الأولاني الشوط الثاني خذينا باللي لازم يتعمل كنا قراب باش نرجع على المستوى النتيجة 1-1 ما صارتش ما كناش موفقين في الفينيسيون دي ما تقعد حصر كبيرة خطر كنا قراب باش تعدوا النصف النهائي كويس الفافوري اليوم أكثر فيه في المشهد الأفريقي ما فما حتى ماتش سهل ما فما حتى ماتش اللي تدخل وتقول أنت باش تربح لي ماتش كلهم سون ديفيسيل أنت لازمك تجتهد باش تردوا سهل فما ماتش شوية نجحنا باش رديناهم سهلين ووصلنا لنتيجة فما ماتش شوية ما نجحناش مي أنا أكيد لك اللي تدخل اللي ما احنا نغزر لهم الفوق ولا احنا خير منهم برشا هذا ما فماش في التحضير نتاع المقابلة هذه ثلاثة مجموعات فما مجموعة قاعد عندي أنا تدرب فما مجموعة تدرب عند جلال وفما مجموعة تدرب عند هشام بن غزي يعني السيكل كله نتاع ماتش تاع بوركينا فاسو المنتخب مقسم على ثلاثة مجموعات مثلا كان في جي موانزا فما جوالات عملت 10 أيام وهم في الكونفينمون في الكوفيد والكوفيد يجبد برشا في على مستوى الطاقة وقت تبدا عندك 20 لاعب تمسوا بالكوفيد في دورة أكثر من 80% كانوا ماهمش 100% من الليموية نتاعهم وتحدوا هذا كله أعطوا الماكسيموم نتاعهم في ظروف أقل ما يقال عنها نقول صعيبة برشا ولكن بالرغم من ذلك كنا قراب باش نتعداو النصف النهائي خاطر كان تعدينا النصف النهائي نقول الأوبجيكتيف اللي مشينا من أجله كمرحلة أولانية وصلنا له ما تتلفت تلقى روحك ماكش بعيد برشا لكن الأوبجيكتيف ما وصلنا لهش خاطر فما برشا حاجات فريمون كانت بالعكس برشا حاجات كانت ضد برشا حاجات كانت فريمون اللي ما تصير مره في الميتسنا صاروا كلهم مع بعضهم راك شفت حتى في الماتش الاخراني البونتو اللي تماركا فيه لمسه يد بيلانتي واضحه دونك هذوما ديفي دو جو ما كانوش لصالحنا كانوا نجموا يغيروا وجهه نتاع دوره كامله اليوم ديما بعد كل تورنوا يصير التقييم مازلنا كي كملنا الكوباراب وصار تقييم بعد الكوباراب الكوباراب يقولوا اللي كانوا كانت الكوبي تكون بارفيت واكسيلونت كان هزينا احنا التيتر لكن احنا كي نقول تهز التيتر كوبي بارفيت كي تلعب فينال جو بونس مش نقولوا متوسطه نقولوا باهيه اليوم كان وصلنا للنصف النهائي نقولوا رانا نجحنا شويه احنا عملنا نكارد فينال باللي كونديسيون هذوما نعاود نرجع نقول اللي كانوا اللي منعبيه ما قصرتش المنعبيه عطات كل ما عندها ضد التفاصيل ديما ستاف تكنيك هو اللي يتحمل المسؤوليه نتاع النتائج انا نتحمل المسؤوليه نتاع النتائج وتقييم تشوفوا نفس الكلام اللي قلته في البدايه اللي كانوا فنيا فرجاني ساسي عنده مكانته في التشكيله حتى الاساسيه وعنده مكانته في المجموعه وجدي كشريدة نفس الشيء لو كان جات الامر يعني مربوط كان بالامور الفنيه راهم كانوا كونفوكي وامور هذا الشيء اللجنه الطبيه رات اللي في الفتره هذيك للناس اللي عندهم كوفيد باش هذا قبل الترونت قبل الترونت اللي عنده كوفيد كوقتها مش باش يكون كونفوكي بعد الترونت ما عادش تنجم تعوض موضوع اخر اليوم هاك شفت اللي شنو الكوفيد عمل في المنتخب التونسي بالطبيعه هذا السؤال مش انا باش نجاوب عليه احنا اوني لا قمنا بالماكسيموم تاعنا لازم يتعمل وبعد كما قلت انت التقييم توجي وقت التقييم